وهذه خمس مخلوقات يحرم قتلها. أولا الهدهد. طائر الهدهد هو من حمل رسالة النبي سليمان للملكة بلقيس في سبأ التي وجدها تعبد الشمس من دون الله، وقد نهي بشدة عن قتل الهدهد أو أذيته، ويذكر أنه مكتوب على كل جناح منه باللغة السريانية آل محمد خير البرية. ثانيا النمل. النمل هي مخلوقات لا تترك تسبيح الله عز وجل. وأما الشيء الآخر الرئيسي لنهي قتل النمل فيرجع إلى قبول الله دعاء نملة دعت ربها بإنزال المطر في القحط، وقد خرج الناس من أجل الدعاء بالاستسقاء، وقد رأى سليمان النملة باسطة يديها للسماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك. فلما سمعها النبي سليمان أخبر الناس بالتوقف عن الدعاء لأن الله أسقاكم بدعاء غيركم. ثالثا الضفدع. والضفدع منهي عن قتله، فقد كان يرش الماء على النار التي قذف فيها النبي إبراهيم بأمر من النمرود حتى تضرر الضفدع بالحرق بسبب الاقتراب من النار في محاولة إخمادها بالماء، وهو الحيوان الوحيد الذي أذن الله له بفعل ذلك. كما أن هناك سببا آخر لعدم جواز قتله كون نقيق الضفدع تسبيح. رابعا النحل. والنحل يتعاون في صنع العسل الذي فيه شفاء للناس، فقد ورد نهي لقتل النحل لهذا السبب، كما أن النحل مخلوقات أوحى الله إليها، وذلك قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. خامسا الصرد. ونهى النبي محمد عن قتل طائر الصرد بسبب كونه كان دليلا على بناء الكعبة، كما أنه كان يطير لتفقد مواضع المياه،